هذه اخويا عين الحجله، هذه عين الحجله، وهذه كحله، هذه كحله ديال ولاد زيد. الثمن اخويا هذه 3000 4000، كاين 3000 4000 حتى 5000. هذه حتى هي نفس الثمن بحالها تقريبا، ياك تكون طايح عليها واحد شويه ولكن نفس الثمن. وهذا كتشوف السوق دابا اللي يعني بعد ما هضرنا على الانتاج وهضرنا على الصعوبات والمسائل، كتزاد هاد الصعوبه ثاني. بهاد السلعه هادي الطريق اللي دازت منها راك شتي الحاله ديالها كيفاش دايره، جاي مكرفسين على الناس، كرفسين على الطوموبيله ديالهم وعلى السلعه، وهم وصلوها للسوق هنايا. السوق ها انت كتشوف فيه راه الثمن ديالو اليوم راه طايح، الحمد لله دازوا ايام زوينين، وهاد اليوم راه الثمن طايح كيما موجوده السلعه، وحنا كنتسناو ان شاء الله في اللي مكتبي اللي في الرزق ديالو راه غادي يجي ياخذ هاد السلعه. دابا راه هذا هو الطريقه ديال البيع، طريقه تقليديه، يعني كتجيب السلعه ديالك هنا وكتسنى وسط الشارع، يعني ما كاينش شي بلاصه اللي مقاده ومنظمه اللي غادي يجيو لها الفلاحه كاملين. راه تشوف هنا، شوف هاد الجوده وهاد الشيء، ها هو دابا محطوط هنا وكيتسنى، محطوط هنا وكتسنى على الله. الى جا ان شاء الله الشاري ديالو راه غادي يشري. اليوم راه السوق شويه عامر، كاين السلعه موجوده وكما كيقولوا العرض كثير اكثر من الطالب، والثمن اليوم شويه ناقص. الحمد لله يعني كاينه من 100 درهم والله، كاين 1600 1700 1800 ريال، ومع العلم ان راه دابا باقي كنهضروا على واحد المصاريف، مجموعه ديال المصاريف من العمال من المازوت ديالها باش وصلت لهنا للسوق. والحمد لله احنا ما حمد الله وشاكرين له على كل حال. واش غادي نقول لك، هذاك المركز راه شحال من عام ما كيتسناو فيه الفلاح، راه خاصه واحد المقر ولا واحد البلاصه اللي تكون منظمه ومقاده، فاش ديروا لها واحد التثمين ديال المنتوج ديالها. شوف تبارك الله السلعه اللي محتاجها المستهلك المغربي، وسلعه بجوده عاليه، يعني ممكن انها نقدروا نوصلوا حتى للتصدير، ولكن حيت باقي داك الشيء تقليدي راه كما قلت لك، راه من اللي كتخرج حتى من الجنان والصعوبات جايين عندك، حتى دابا انت في السوق وباقي في الصعوبات، راه ما انت كتهنى حتى ان شاء الله كيجي اللي غادي ياخذ السلعه ديالو عاد باش كترتاح شويه وصافي. في النص ديال شهر 6 كنساليو في الاخر ديال شهر 8، النص ديال شهر 8 كيكون مقادي. دابا البيع راه كاينه حتى كتلاقى حتى الناس كلها باش كتلاقى معاه في الثمن ديالو، على حساب السلعه، على حساب الوجد، على حساب العرض والطلب اللي كاين. لا ناقص القضيه شويه، لا ماشي بحال السنوات اللي من فاتكم. الثمن يعني كاين طايح الثمن هذا العام، والثمن راه طايح، راه بنادم راه كاين كنبيعو غير الصندوق، وما تبدا من 60 درهم وتصير غادي حتى 100 درهم، 2400 3000 كاع اللي شي حاجه مزيانه. ودابا راه ما بقاش واصله، راه كاينه 70 درهم 100 درهم ضروري كيأثر، ما كيبقاش الماء، هذاك الشجره ما كتلقاش هذاك الماء اللي خاصها، كخاصها الماء في شهر جوج في شهر ثلاثه. ما هذا العام ما صباش الشتاء، ما عطاش الانتاج اللي مول فات عطيه. هي كاين هو هاد التين كاين تقريبا غير في هاد الاتجاه ديال دكاله ووازان، وبدا دابا كيتواجد في بن سليمان. هادو هما ثلاثه الاسواق اللي كيكونوا، كاين تاونات هنايا في لا غير هذاك، غير كتلاقى مع الناس وصافي، ما كاينش المزايد يعاونونا في هذا البيع والشراء في التسويق ديال هذا المنتوج، حيت ما كاينش التسويق، ما كاينش اعانات من عند الدوله باش تعاوننا شويه وصافي. الاجواء اخويا كاينه الفوضى كاينه بزاف، الفوضى بالمشاكل هذا الشيء العلاقه كيفاش ديال الطرقان، كاينه واحد المشاكل فوضى، ما عندوش نظامات السوق. هذا السوق معروف في المغرب صين، ولكن ما عندوش النظام ديالو، خاصو تكون عنده واحد المركز اللي فين يوقفوا الناس الفلاح والبيع والشراية، يكونوا محميين، كلشي كيعيش في فوضى، لا البيع والشراية ولا الفلاح. خاص النظام، ما كاينش النظام اخويا، ما كاينش الناس ديال اللي غادي ينظموا هذا السوق. هذا هو ما لاقين واقفين في الشانطي، حتى شي كلشي قدام عينيه، شي الفوضى كاينه موجوده،
والفلاح راه كل شيء كيعيش في الفوضى، لا التاجر ولا الفلاح. خاصو نظام، هاد السوق واش كيتباع بواحد الثمن؟ من كل عام كيتباع بواحد الثمن، وفي الاخر الفلاح ما يلقاش فين يوقف، ما يتامنش. التاجر كيخلص رزقه وما كيتامنش. من حقنا كنخلصوا رزقنا، الطوموبيل كنخلصوا عليها الفلوس، كل شيء كيتخلص عليه الفلوس، البلاطو كيتخلص عليه الفلوس، كل شيء كيتخلص عليه الفلوس، كل شيء الصندوق تا هو كيتخلص عليه الفلوس. راه 50 ريال البلاطو اللي كيخلصوا، ما كاينش، واقفين في الشانطي، ما كاينش النظام نهائيا. كلمه الحق كنقولوا من انحاء ديال المغرب كيجيو الناس ديال طنجه، قنيطره، فاس، مراكش، الصحراء، كل شيء صحراء وكيجيو هنا. معروف هذا المغرب، هذا السوق هذا معروف في المغرب صين، ولكن ما عندناش النظام. الغالب الله معروفه سلعتنا، راه التين ديالنا احسن تين كاين في المغرب، الجوده. عندنا الكرموس الجوده، ما كاينش كرموس بحاله. التين معروف ديال دكاله، معروف مليح والجوده. مشكل ما عندنا الفوضى صاحبي، مشكل. حتى شي واش حنا دابا فين كنصوروا دابا حنا هاد الفلاحه فين واقفين؟ كنصوروا دابا في الطريق، واقفين في الشانطي ياك، وحنا واقفين في الطريق. البيع والشراء في الطريق، الفلاحه كاين اللي غايبات هنا في الشانطي. ها تشوف كلشي، هادشي الفلاحه غيبقى اللي غيبقى هنا في الشانطي بيت في الرخله. ما مامنش باش نكونوا واضحين، التاجر هو مامنش. خاصنا سوق عشوائي، خاصنا نظام. النظام راه مزيان، لا يعقل باقي عندنا هاد الحاله بحال ما كان في 2024. هذا راه الحمد لله راه كتصرف تقريبا، لما تصرف تصرف واحد 200 مليون في النهار و 300 مليون يوميا، بشكل يومي بشكل يومي كتصرف 300 مليون 400 مليون، ولكن النظام ما كاينش. الناس راه محنه ومكرفسه، ولكن حنا دابا غادي، حنا خاصنا غير التامين والامن، والقضيه تصاوب بسرعه، ما تكون داكشي معجل، ما عادوش بحال ما كنعيشوا بحال ما كاين. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.